تعرف على طريقة كيفية حل مشكلة حدث خطأ غير معروف على تطبيقكم اندريف. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق اندريف، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، بعدها سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق اندريف. سوف يظهر على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه فسيتم تحديد تطبيقكم اندريف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونكون